مرحبا طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف العين. هكذا يكون إذن شكل حرف العين. الآن سوف أقوم بقراءة كلمات تبدأ بحرف العين. انتبهوا العين حتى تكونوا طلابا مفكرين ومتعلمين. ع ع ع عنزة عنزة. هذا يكون شكل حرف العين في أول الكلمة. ع ع عنكبوت عنكبوت. إذن هكذا يكون شكل حرف العين عنكبوت. عنب عنب. الآن أريد منكم أعزائي الطلبة الانتباه جيدا إلى كتاب اللغة العربية. انظروا جيدا إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف العين في كتاب اللغة العربية، وأريد منكم أن ترددوا هذه الكلمات. أول صورة هي صورة عنب عنب. ما هذا الشيء الذي يوضع فيه البيض؟ إنه عش عش. إذن عنب وعش. العش هو بيت العصفور. انظروا جيدا إلى هذا العصفور الجميل، عصفور عصفور. وأخيرا صورة عسل عسل. إذن عنب عش عصفور وعسل. هنا في ورقة العمل هذه سوف تقوم عزيزي الطالب بتلوين حرف العين، لكن عليك أن تلونه داخل الخط، وهنا عليك أيضا تلوين العنب، ومن ثم تتبع النقاط لكتابة حرف العين. وفي ورقة العمل هذه عليك أن تلون العسل باللون الأصفر. كما تعلم نحن نحصل على العسل عن طريق النحل. إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف العين هي عسل وعنب وعصفور. وسوف نكمل حديثنا عن الحواس الخمسة أيضاً وفوائدها ووظائفها. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف العين. أريد منكم الاستماع جيداً إلى جميع الفيديوهات الموجودة.